بسم الله الرحمن الرحيم. لقاء جديد عبر بشذا التاريخ ورائحة الإبداع وكل أنواع عطور المودة والتفضيل، كل سنة ولحظة وثانية وحضراتكم طيبين. النهاردة بلتقي بيكم في لقاء متجدد مع علاج العطر في الحلقة الـ12 من وصفات علماء وكتب الطب القديم في علاج العطر. النهاردة هنتوقف مع كتاب جديد وعالم جليل ومحطة فاصلة مبدعة من محطات وصفات علاج العطر، كتاب مفردات الصقلة من صقلية للصقلة طبعا، كتاب رائع وبديع وجميل، كتاب مليء بذخائر الطب وفرائد الإبداع. قبل ما ادخل في الكتاب وقبل ما نطلع لحضراتكم منه اللي قدرنا نطلعه لكم من ذخائر وعبق ورائحة الورد والياسمين والعطور الرائعة الفواحة من تاريخ أجدادنا وأجدادكم القدماء، تعالوا أقول لكم وأكد دايما باستمرار، لو لقيتوا كلمة مش واضحة، معلومة مش باينة، اسم مش واضح لحضراتكم مختلف على الأذن، ابحثوا عنه في جوجل. مش بالضرورة تسألوني أنا عشان ما تضيعوش وقتي ووقتكم، لكن اسألوا ابحثوا، هل ده اسمه ايه في لهجة المغرب، الخليج، تونس، الجزائر، السودان، الحبشة، غيرها من البلدان في مختلف بلاد العالم. حاولوا تبحثوا، حاولوا تتعبوا شوية، يعني مش بالضرورة تحملوا عليا كل المتاعب يعني. خلونا نقرب لحضراتكم الصورة عن قرب ونتكلم بشكل قريب عن الأدوية والوصفات في علاج كتب الطب القديم ازاي عالجت العطر. تعالوا نشوف الصقلي ألف المفردات قال خصي الكلب، وعاوز اقول لكم، اقول لحضراتكم انا مش عاوز يعني ايه حاجات مثلا الناس تقول ده ده حرام، اصل ده كذا، لا دول ناس مسلمين قوي وناس عظماء جدا وناس بتوع شرع جدا وناس بتوع وعي جدا، وقالوا هذه الوصفات للعلاج، حضرتكم تاخدوا بيها اهلا وسهلا، ما تاخدوش بيها من حقكم، احنا ما بنفرضش عليكم حاجه، لا علمائنا القدامى ولا احنا نقدر نفرض على حضراتكم حاجه. ومره اخرى بقى ان العلاجات الموجوده والوصفات الموجوده قد تعالج كثيرا من السيدات، وقد لا تعالج الملايين والالاف من السيدات، لان كل واحده ولها حاله خاصه، لكن علاجنا الغالي بيبقى مختلف لانه شامل وفقا لحالتك، لما بسالك عن حالتك نوعها ايه وضعها ايه، لكن جربي اذا كنت معاكي فلوس قليله ومش قادره تشتري علاجي انا الغالي، جربي انك تعملي الوصفات دي، يمكن يكون عندك مشاكل بسيطه وربنا ييسر لك، لان ربنا هو اللي بيعالج واذا مرضت فهو يشفيه. بيقول هذا الرجل البديع ان خصي الكلب اذا اكل اصله الكبير ولد الذكور، يعني في ستات تقول لك انا عاوز زي امي كده الله يرحمها، تقول انا عاوز ما بحبش البنات، فحضرتك انت حر، عاوز تخلفي ولاد اهو، اذا اكل اصل خصي الكلب الكبير، اصله الكبير اصل الخصه يعني، ولد الذكر، واذا كان القسم الاصغر، لان خصي الكلب واحده كبيره وواحده صغيره شويه، اذا خدت الاصل الكبير هتخلفي ولاد اذا اكل، واذا اكل القسم الصغير تخلف بنات. ده مش كلام، ده كلام ايه الصقل في المفردات، مش كلام انيس الدغيلي، لكن انا ما جربتوش ان انا اعمله لحد، لكن انا علاجي مختلف حاجات تانية. بيقول ان كرنب الماء ينفع النساء اللواتي لا يحبلن لكثرة الرطوبة في ارحامهن اذا اغتسلن به، اذا المرأة اغتسلت او اغتسلت بكرنب الماء، وادخلي برضو عندك اللي عارفه عارفه، اللي مش عارفه يبحث في جوجل اسمه ايه في بلدهم. بيقول الايه الشليم
اذا تبخر به مع السويق والمر والزعفران، واحنا قلناه قبل كده ان هو منسوب للصقلي. بعد كده بيقول برادة قرن الماعز، برادة قرن الماعز تسقى للنساء التي لم تحملن فتنفعهن. حاجة بقى في القرن، جزء من القرن اللي هي اللي في الأسفل، إذا سقيت يعني مثلا نقعت أو طبخت أو كذا، المهم تسقى وغالبا تكون نيئة يعني، لأن أنا ما جربتش الكلام ده. في وصفات أخدناها وفي حاجات عدلنا عليها وفي حاجات عملنا لها علاج خاص يتوائم مع حالات السيدات دي، عندها هرمونات فيها مشكلة، دي عندها طبوط فيه مشكلة، دي عندها كذا، لكن ده بيفيد في اليبوسة، يعني واحدة عندها مشكلة في رطوبة الرحم، فهو هنا عاوز يعمل له ايه؟ يزود سخونة، فبيعمل ده عشان تبقي عارفة. بقول شجرة الفنج كشت. هتقولي شجرة الفنج الكشت ده ايه؟ هقول لك، ما احنا قبل كده قلنا في علاج الوصفة الصينية زمان قبل ما اروح بريطانيا، قلتها من شوية، ان هي بتاعت كذا 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 كذا، حاجات كتيرة بتيجي من الصين وجنوب افريقيا والكاميرون وحاجات زي كده بنجيبها. الناس قاعدة تقول ليه كده؟ دي اللي قاعد في كوكب ايه دي؟ بعض الناس استغربت، لكن حاجاتها وشوفوا بقى علمائنا القدامى بيقولوا ايه؟ الصقلي في المفردات بتاعته بيقول شجرة الفنج كينج كشت، الفنج كشت مالها؟ بيقول إذا سحقت وطرح في لبن النساء وغمست فيه صوفة وتحملتها المرأة. يعني تجيب الشجرة بتاع الفنج كشت دي وتعمليها ناعمة زي الدقيق، وتحط عليها لبن من ثدي أي امرأة، وتغمسيها في صوفة وتتحملي بيها في القبل، زي ما قلنا 7 إلى 9 أيام، منهم يومين أو 3 أيام الدور، لغاية ما تخلصي أيام التبويض. 7 ساعات في اليوم وتشيليها ترميها، وبعدين تنامي مع جوزك أيام التبويض، وبعدين تبقي تعمليها تاني. وبعدين بقول خصية الديك، واحنا اتكلمنا فيها قبل كده لان احنا برضو نسبناها للصقل. وبعد كده بقول ذوب البازي، البازي ده طائر زي العصفور كده. بقول ان شربت امرأة بشراب، او ان شربت برضو شربت امرأة بشراب اعان على الحبل وان كانت عاقر، متأكد من نفسه الصقل. فبيقول ان ذوب البازي ينفع جدا جدا في ده. وبرضو بيقول ان خصية الاوز اللي هو تجيبي ذكر وز وتاخدي الخصية بتاعته، اذا شربت او اكلها الرجل وجمع امرأته يبقى قوي زي ما قال في تذكرة السويدي. وبعدين بقول انفحة الارنب، واحنا اتكلمنا في اللي معدة الارنب تجيبيها او من خصيته او منها وتشربي منها ممزوج من الخصية والانفحة اللي هي بتاعت الارنب، اللي هي المعدة بتاعت الارنب و الخصية بتاعت الأرنب برضه، وتاخدوهم تمزجيهم مع بعض وتشربيهم. بعد ما تمزجيهم تشربيهم. بيقول إنها تلد ذكر إذا حبلت، كمان يعني مدلعت على الآخر. وإن شربت من أنفحة الأنثى ولدت أنثى، وإن احتملت بها بعض الطهر. فأنت باختصار هقولها لك كده أفسرها لك. حضرتك هتجيبي المعدة بتاع الأرنب والخصية بتاع الأرنب، وهتسحقيهم مع بعض وتشربيهم، تسفيهم يعني، ده واحد. اتنين، انك تجيب الخصية سليمة والأنفحة سليمة اللي هي المعدة، وتاخديهم وتحطوهم مع بعض كده في قماشة وتتحملي بيهم بقدر نسب متساوية، قد برضه راس الايه؟ العصفور، من ده ومن ده، وتكرريها كذا مرة وتشيليها تتحملي بيها. بقول لو انت جبتي أوز ذكر، مش أنفحة أوز، مش أنفحة أرنب أنثى، أنفحة أرنب ذكر، يقول هتحملي في ذكر، وإذا كنت جايبة أنفحة أرنب أنثى هتحملي في أنثى بإذن الله. ده الكلام اللي قاله. بيقول كمان بالنسبة للهدهد قد يحرق ويدافع، يعني يبقى دافئ بشراب، شوف مية دافية يعني، بعد ما تحرقه وتشربه المرأة مية دافية عليه على اللي حرقتيه من الهدهد كله على بعضه كده، وتشربه المرأة التي تريد الحبل فتحبل سريعا. ومن الخواص للرازي اللي هو أبو بكر الرازي، إذا حبلت المرأة ثم لم تحبل، يعني إذا حبلت وبعدين الحبل وقف،
بعد ذلك فلتأخذ ضفدعا من النهر فتبصق في فمها بالماء ثم يطؤها الرجل. الكلام ده انا يعني حتى لو كان قاله الرازي ممكن يكون، بس انا ما عملتوش وما اعرفوش، اللي هو انها تجيب ضفدعه وتبصق تتف يعني في بقها وبعدين ثم يطؤها جوزها وبتاع، حاجات زي حكايه الخضه بتاعت ايه؟ بتاعت سناء جميل في فيلم الزوجه الثانيه، تروح قدام القطر وتنام والقطر يعدي وما لا تحمل ولا يحزن. لكن افضل مني استقلي وكلامه عندي افضل من كلامي، وانا اثق فيه افضل ما اثق في كلامي يعني. ماشي؟ لكن انا ما جربتش ده، هو بقى بيقول ان ده موجود في تذكره السويدي كمان. يعني ثقه عند الصقلي وثقه الكلام ده عند السويدي. بيقول شحم الاوز اللي هو الدهن بتاع الوزه، اذا حطيتيه بميه في حبه خضراء وميه دافيه ولطخت به المراه قبولها، يعني المراه بقى لطخت بيه يعني الفرج بتاعها جوه وبره وزوجها جميعا في اليوم الثالث للتبويض، بيقول تحمل باذن الله. بتكلم على مراره الدب الذكر، معرفش بقى تعرفوا الجوب الدب والذكر ولا لا، لكن انا بقول لكم الكلام المكتوب. اذا شربت المراه منها قدر باقي الله، يعني قد فوله يعني او قد راس برضو العصفور، ووقع زوجها حملت ذكر وان شربت من مراره الانثى حملت انثى، يبقى تجيب مراره الدب الذكر وتشربيها، فبيقول يحصل ان انت تحملي في ذكر، ولو دب او انثى تحملي في انثى. بيقول بذر الحرمل اذا اخذت منه منا واحدا في 30 رطل من الشراب وطبخ حي يذهب الثلث، حتى يذهب منه الثلث ويسقى منه قدر 10 دراهم في اليوم للمرأة التي حملت مرة وانقطع حملها 3 أيام متتالية، نفع من ذلك علامات نفعه أن تتقيأ. يعني الست إذا حملت أنت هتجيب بذر الحرمل ده وتحط منه المقادير اللي مكتوبة اللي أنت شايفاها وتعمليه، بيقول إنه ينفع وعلامات ده إن الست تتقيأ. طبعا عاوز أقول لكم الكلام ده مش كلامي أنا، زي ما حضرتكم شفتم وراجعوا في الكتب القديمة هتلاقوا كده. احنا بنقول جربوا الحاجات دي، يمكن حاجه تصادف معاك يكون مشكلتك قليله، لكن مشكلتك الكبيره تقدري ترسليني على طول لو انت قادره على دفع ثمن العلاج، لان العلاج عندي غالي، بيعمل 40,000 استرليني، يبدا من 40,000 استرليني. وما تسالنيش تقولي لي يعني بكام بقى باي عمله ثانيه، لان ما اعرفش. فكل التحيه والاعزاز والتقدير والموده، بحبكم من كل قلبي، اتمنى لكم التوفيق وتحقيق الأحلام الجميلة وإن كانت شبه مستحيلة. عندنا كل شيء ممكن، كل شيء متاح. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.